تبقى حوسه، ده احنا مش هنعرف نفرح فيهم. لا انا هفرح في ابراهيم وهقول له ابنك عار اخواته. اه يا اخويا، وانت بقيت شخشخه في ايد مراتك بهيجه. خدي يا بيت، كتر خيرك يا ست الكل، ربنا ما يحرمني منك ابدا. هدمتين على الله يتمروا فيكي، اهو يستروكي ويستروا جسمك. ربنا يخليك يا رب. يو ما تتاكلي يا بنتي. يلا، اصلي قلت للبت زنوبه تجيب لي حاجه اشربها، حسيت ان الضغط واطي عليا. الضغط واطي وهو هيجيبه من بره. يلا زي بعض. بقول لك يا ست بهيجه، اخبار الست مروه ايه؟ يعني وحشتني قوي، ما تعرفيش حاجه عنها؟ من سمعك يا وردة وحشتنا أنا كمان، وقلبي مش هحتف عليها. الليمون روقي دمك يا حبيبتي. سلام. أعوذ بالله. كتر خيرك يا ستي، أنا مش عارفة أشكرك إزاي، أنا حطيتك على الله بقى. ثانية يا وردة. بقولك ايه، انا مش عايزه سيره الموضوع ده تتفتح تاني، ولو فتحي عكسك ولا قالك البقين اللي انت قلتيهم دول صديه وحجريله. عارفه يعني ايه تحجريله؟ اه عارفه طبعا، انا من بكره الصبح هحجرله. لا من بكره ليه، هنزل احجرله حالا دلوقتي. وانا كمان يا حبيبتي هنظر لك على عريس 100% يستتك ويخليك فله وورده كمان، وهقول للحاج يجهزك من ساسك لراسك. اتكلي بقى، انا مش عارفه من غيرك ولا انت والحاج كنت عامل ايه يعني. السلام عليكم. سلامه يا حبيبتي. مع السلامه. سلام. كده برضو يا فتحي، كده يا متعلم يا بتاع المدارس. عليك وعلى حلاوتك زي بتوع الزينة بالظبط. يا خسرتك يا بنتي يا قرب، خسرتك يا اختي، بس بكره تفرق وتتعدل. وقعدت تتعبي نفسك ليه يا ست بهيجة؟ هو انا يا اختي حلاقي احسن من ابنك؟ عريسي انا جاية اهو، عريسيكي انا جاية اهو. عايزة زغرت بس خايفة. هتبات برا الليلة؟ احتمال، واحتمال اخلص بدري وارجع لك على طول. انا مش عارفه بس ايه اللي خلاك تشتغل في مكافحه المخدرات. ما هقول انت اللي بتقولي الكلام ده، ده انت اول واحده بتكافحي ضدها. يا حبيبي بس انا خايفه عليك، دول ناس مجرمين ما عندهمش ضمير. يا حبيبتي ما تقلقيش، العمر واحد والرب واحد، وبعدين ما فيش حد بيموت ناقص عمر. ولولا شغلي في اداره المخدرات ما كنت شفتك ولا عرفتك. لا كنت هعرفك برضو. ازاي بقى؟ انت ناسي انك قريب سهام. تصدقي اول مره في حياتي انبسط ان سهام دي قريبتي. خد بالك من نفسك يا علاء، هي العملية فيها ضرب نار؟ حسب التساهيل. أنا قلقانة عليك قوي يا حبيبي. قلقانة؟ ما طول عمرك عايشة وسطهم، ما خفتيش يعني؟ وسط مين؟ تجار المخدرات بتوع البطنية. ما أنا ما كنتش لسه عرفتك يا حبيبي، وبعدين ما أنتوا طهرتوا الحي منهم خلاص. يعني ما فيش حد عندكم منهم دلوقتي؟ علاء خير ابو سمر، طلبتني ليه؟ وبعدين معاك هيفضل ايه حكايه حماك ده؟ هيفضل لحد امتى لابسنا طرح؟ ايه يا ابني؟ مش كنتوا خلصتوا بقى من حكايه البت اللي حبلت منك دي؟ سيبك من المواضيع التافهه دي، احنا جايين هنا نتكلم في شغل. هو الحاج مضايقك في حاجه؟ احنا عاوزين بس نغرف من البضاعه الجديده. اه انت قصدك يعني على اخر بضاعه الحاج جابها معاه وهو جاي كده؟
بقول لك ايه، بضاعه ايه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ مش بضاعه يا راجل، دي كنيسه عطاره. الحشيش دلوقتي ما بياكلش، احنا عاوزين نشتغل في البودره. اهي دي بقى الحاج هيقف لك فيها وهيقول لك محلك سر. يا ابني ده ما بيكرهش في حياته دي الا البودره، بس مكسبها حلو ومخاطرها على قدها. طب وانت ابوك رايه ايه في الموضوع ده؟ ابويا خايف من حماك طبعا، انت عارف الناس الكبار دول بيعملوا حساب لبعض. طب وانا المطلوب مني ايه يعني؟ نحط ايدينا في ايدين بعض وهو نفتح سكه جديده، وكل واحد فينا عنده تجارته اللي مش جايبه همها. اعمل معروف يا عم، طلعنا انا من نفوخك في الشغلانه دي، لان لا ابويا ولا حمايا هيوافقوا. وهم ايه اللي هيعرفهم بس؟ احنا هنشتغل في الدايره ومحدش هيعرف. ما هو لو ربنا بس يخلصنا ويريحنا من الراجل ده. عمرك اطول من عمري، لسه كنت اقولها لك. هو الراجل ده طول كده ليه؟ طول ايه يا عم؟ امال المعلم النعسي ده بقى تقول عليه ايه؟ طب انت بس ربنا كده يديك طولة العمر زيه. لو المعلم النعسي ده موجود كان خلانا اشتغلنا زي الفل. انا مش فاهم دماغ حماك الناشفه دي. انت ما جيتيش ليه؟ ولا هو كان معاد فرقعه كده وخلاص؟ غصب عني يا سي فتحي، اصلا امك شيعت لي. الفستان ده هياكل من عليكي حته. يوه، عايز ايه بقى تاني يا سي فتحي؟ ايه يا بنت تعالي هنا، ايه النغمه الجديده دي؟ لا بقى يا اخويا، قول ما تعطلنيش، انا عايز امشي. هو في ايه؟ ايه اللي حصل؟ مالك لو ابوزك شبرين ليه؟ انت شكلك بقى مش هتسكت غير لما اخواتي يخلصوا عليا. يخلصوا عليكي ليه ان شاء الله؟ ايه اللي حصل؟ ما انت عارف، ولا يعني هم لازم يقفوا ويتفرجوا ويسقفوا لك كمان؟ يسقفوا على ايه يا بت؟ هو احنا مش بنحب بعض حب شريف؟ اه يا اخويا، بس احنا ناس صعايده ما نعرفش غير شيء واحد بس. هو ايه الشيء ده؟ الجواز. ولعلمك بقى، في واحد اتكلم عليا امبارح عند ابويا. ايه؟ وقلتي لابوك ايه؟ يعني خرجت من الموضوع كده بصنعة لطافة، بس انا بقى هفضل اعمل الكلام ده لحد امتى؟ ماشي هفكر. نعم يا عمر، تفكر فيا اخويا، تفكر تتجوزني ولا لا؟ لا هفكر اعمل ايه، هفكر اعمل ايه، افكر في حل. ما انت عارفة لو انا رحت قلت لابويا وامي اللي انا عايز اتجوزك مش هيوافق. ليه يا حبيبي؟ مش راجل ولا انت يعني اقل من اختك؟ طب يا اخويا لما تفكر بقى ابقى قول لي عن اذنك. انا افكر هي دي المذاكرة؟ لا ده انت البحر واخدك مني خالص. انت جيت يا حبيبي؟ هي يا بنتي سرحانة في ايه؟ لا ولا حاجة. ولا حاجة ايه؟ امال الشرود اللي انت فيه ده ايه؟